في زمن الاس يو فيز المسخه اللي كلها شبه بعض وعباره عن مربعات كبيره والعربيات الكهرباء اللي عامله زي الموبايل في ايدك، النهارده معانا تحفه من تحف العربيات اللي انا بحبها جدا بصفه شخصيه. النهارده معانا ال 500 الاس اي سي اللي فيها الموتور الكبير ال V8 موديل 82 او بلغه مرسيدس C126. تعالوا نستمتع بالعربيه دي اللي انا شخصيا بحبها حب كده شويه زياده. يلا بينا. بالنسبة لثمن العربية، ثمن العربية مش محدد واللي اتصرف عليها كتير جدا 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 فوق التوقعات، لكن ممكن اقول لكم المعلومة دي ان اول لما العربية دي طلعت في الثمانينات كانت تقريبا بثمن فيراري. مواصفة ال 500 اس اي سي الجميلة، كوبي طولها 4 متر و9 من 10 اكتر شوية من 4 متر و9 من 10، قاعدة العجلات 2 متر و850، هي اصغر طبعا من الاس اي ال لانها واخدة حرف السي كوبي، عشان كده حتى هم مرسيدس مدين لها الكود C126، ولكن بتنزل بنفس المواصفات بالظبط في حاجات كتير قوي هنتكلم فيها. وزن العربية اقل من طن 700، وهنا فيها الموتور ال 5000 سي سي ال V8 اللي بيوالد 232 بي اس و405 نيوتن متر، رقم كبير على 82. الارقام دي كبيرة قوي قوي لما تفكروا فيها، ل 82 انتوا بتتكلموا في 41 سنة، فدي ارقام كبيرة. اما التعليق في العربيه طبعا فهو منفصل خلفي وامامي، والخلفي كمان فيه اللي هو النيوماتيك اوتو ليفلنج سسبنشن اللي هو بيحافظ على المنسوب بتاع العربيه وانها تبقى دايما في سوا واحد وانت سايقها. تعالوا نتفرج على الجميله من قدام. فالشبكه هنا رياضيه اكتر، والانوار كمان هنا خدوا بالكم اصغر شويه عن الموديل الستاندرد بتاع مرسيدس، والشبكه عريضه جدا ورياضيه وفيها النجمه الطايره اللي فيها الجناحات، بحبها قوي الحركه دي جدا. وخدوا بالكم ما فيهاش النجمه من هنا عشان يميز لك ان دي عربيه رياضيه، ولكن الشكل جميل كمان بالاناره اللي عليها المساحه والفوج لايتس. وشوفوا حاله العربيه والكروم عشان تفهموا قصدي، ولكن الخطوط كلاسيك جدا في العربيه دي ورهيبه، بحبها قوي، بحب قوي الجزء ده اللي فيه كمان اسمى من هنا، جميله منظرها جميل مع الفانوس بالظبط، اتس تايمليس بالنسبه لي، بحس ان الديزاين ده روعه. تعالوا نشوف الموتور بتاع العربيه ال 5000 سي سي ال V8، بس نفتحه لكم الاول. فتح الموتور هنا قصة هتعرفوا ليه، كنت وريتها لكم قبل كده في عربية تانية لو فاكرين مرسيدس برضو، في درعين من هنا تمام لازم تلاقيهم الاول. ايوة اول لما بتلاقيهم خلاص بيفتح. طيب تعالوا اتفرجوا على الموتور ال 5000 سي سي ال V8، بصوا النظافة بتاعت الموتور كله على بعضه، وحجمه كبير في العربية يعني واخد حيز كبير في العربية، وقلنا بيوالد 232 بي اس و405، واصلين على نقل حركة 4 سرعات اوتوماتيك. بعد 86 لما حصل لها فيس ليفت العربية دي نزلوا ال 5000 سي سي كان بيوالد هورس باور اكتر، ولكن الموتور ده برضو ايه تايمليس زي ما بيقولوا. واتفرجوا على العزل اللي في الكبوت من فوق ومدى الاهتمام بالتفاصيل في العربية عشان تعرفوا اللي مصروف عليها. من الجنب وقتها مرسيدس كانوا ابتدوا يهتموا ان هم يوروا للناس المجهود اللي محطوط في الايروداينامكس بتاعه العربيه، الديزاين بتاع الايروداينامكس ان العربيه تبقى مسحوبه ومقاومتها للهواء اقل. فواحده من الحاجات اللي كانوا بيحطوها في البروشور بتاع العربيه للتسويق يعني ان انت لما تبص على المقدمه بتاعه العربيه تلاقيها اوطى من المؤخره، اللي هي المنظر العام كله بتاع العربية لو بصيتوا عليه بيسموه ويد شيبت يعني واخد زاوية زي كده، وفعلا لو بصيتوا عليها من الجنب هتشوفوا، وان كان ما هياش قوية زي العربيات بتاعت التسعينات مثلا بعد كده شفناها بقت اقوى، لكن وقتها كانوا ابتدوا يهتموا بالايروداينامكس ويشرحوها لك في العربية. ولكن السحبة بتاعت العربية مع الكابينة او الكوكبت الحتة دي كلها بتخلي الشكل برضو تايمليس، ان الفريم هنا كبير جدا وعلى الكوبيه، والكوبيه اوطى شويه بس كلها حاجات صغيره اي فروقات صغيره جدا، وطبعا الكروم حالته حلوه جدا. طيب بصوا برضو على الباكيتات من تحت ونظافتها، واللون اصلا بتاع العربيه برضو عشان تبقوا عارفين اللون ده نادر جدا. العربيه دي المواصفه بتاعتها خليجي. تعالوا نبص على الكاوتش،
فزي كل عربيات الفترة الكاوتش هنا 205 65 15 بوصة، كاوتش صغير، لكن بمقاييس الوقت ده كان ده الطبيعي، لانه كمان ما كانش فيه لسه الهلع بتاع الكاوتش. وزي ما انتم شايفين العربية التصميم كله على بعضه مناسب، يعني الكاوتش والجانت كله مليين، الحتة بتاعته حلوة قوي، ففي مجهود مبذول حلو، وانا بحب قوي الجانت ده جدا. ولكن بصوا على الباكتات والنظافة كمان بتاعت الدهان، العربية حالتها ممتازة. بصوا كمان على المقبض، بصوا الحتة دي، زائد الحتة اللي بتسلمك الحزام شغال، عشان تبقوا عارفين الحزام بيتقدم لك لهنا عشان تستلمه وانت قاعد ما تتعبش، عشان دي كوبيه. طبعا العربية برضو فيها فتحة سقف، دي واحدة كانت من الكماليات اللي في العربية. تعالوا نتفرج عليها من الظهر، من الظهر، فالديزاين بسيط برضو جدا، ما تفرقش بقى خالص عن الاس اي ال خالص في الحتة دي. 500 اس اي زي، عندك فتحتين شاكمان، وبرضو الكروم مهيمن على كل حاجة، والديزاين برضو حلو قوي. الحاجة المميزة ايه في العربية دي تماما عن طبعا العربية السيدان الكبيرة الليموزين، هي سحبة الازاز. الازاز هنا مسحوب قوي، واخدين بالكم الزاوية، وكمان لو انتوا شايفين فيها ستارة، والستارة كمان شغالة، وفيها نور الفرامل الثالث من هنا، لكن بصوا على سحبة الازاز. تعالوا نشوف الشنطة كام جثة، هنا بتتقاس بالجثة انتوا عارفين. تعالوا بصوا على الشنطة، بصوا على الشنطة كبيرة ازاي، بصوا جوه، واخدين بالكم لغاية هنا كمان، وعندي اماكن تخزين هنا في الحتة دي. شنطة كبيرة جدا، وطبعا الفتحة عريضة جدا، وحالة العربية من جوه هايلة. تعالوا نتفرج على العربية من جوه، تعالوا نتفرج على العربية من جوه، وابتدي لكم بالكنبة الخلفية. خدوا بالكم الكنبة الخلفية هنا مش صغيرة قوي، هي عربية كبيرة حتى وهي كوبي، يعني مرسيدس برضو ما نسيوش الناس اللي قاعدين ورا. تعالوا نشوف، ارجع لكم الكرسي. اوكي، الكرسي طبعا راجع شوية زيادة، هو طبعا ممكن يتقدم سنة، ولكن المساحة مقبولة، انا مش متضايق حتى بهو كده. اوكي، هطلعه لكم بس عشان اوريكم الحاجات اللي عندي هنا. اولا كالعادة دول المقابض بتوع مرسيدس، اتنين بقى، واخدين بالكم مليين الحيز ده كله. وبعدين خدوا بالكم، ثواني ادور لكم العربية كونتاكت بس عشان اوريكم ايه، ان الازاز شغال، هي غالبا دايرة كونتاكت. ايوه، بص الازاز شغال وبيرجع في مكانه بالكروم بالظبط عشان يقابل الازاز التاني، لان العربية دي فريملس، لانها كوبي، البيبان فريملس. ولكن لازم اقول لكم ان الكراسي جلد مريح جدا، طبعا حاضنه جدا، بصوا على الكراسي وجمالها، وبصوا على الاهتمام بالفرش. هو الحاجات دي مش سهل ان انت تعملها ريستوريشن، يعني التكاليف كلها ممكن تيجي في الحته دي الكابينه بس. بصوا برضو هنا، اوكي، مسند حلو قوي، وهنا لو حد عايز يقعد في النص، ولكن دي بتتشال، دي مخده اضافيه ممكن تروح حاططها على جنب عشان تكشف لك كمان مساحه تخزين هنا صغيره. وطبعا لازم نتكلم على اهم حاجه في العربيات في الفتره دي، انها مفيش كاب هولدرز، بس في الطفايه بالولاعه بتاعتها اللي هنا، عشان لو ابنك بيدخن. طبعا ما بشجعش على الكلام، الكلام ده غلط خالص يا جماعه، بس وقتها طبعا انتوا عارفين الثمانينات كانت عباره عن سجاير بس. ومن هنا برضو عندي فتحه تكييف، ودي حاجه نادره في العربيات انه يبقى فيها فتحه تكييف هنا. وعندي كمان هنا مساحه التخزين بتاعت الكونسول الوسطانيه، ومتبطنه مرسيدس برضو طبعا، لكن كلاسيك من جوه، حلو قوي، حالتها حلوه قوي، وحاله السجاد كمان حلوه قوي. تعالوا نبص على ال 500 اس اي سي من جوه، فبصوا كلاسيك بقى مرسيدس، مفيش تغييرات كبيره عن اي واحده من ال 126ات بتاعه الجيل. طبعا عندي عجله القياده جميله، وفيها خشب من فوق ومن تحت، تمام، وكانوا مهتمين قوي بالتوجيه في العربيه دي، ان خلوه رياضي اكتر شويه من الاس كلاس العاديه، كان فيه اهتمامات كتيره جدا. وبرضه فيها كروز كنترول، وخدوا بالكم العربيه دي نزل فيها اي بي اس عشان تبقوا عارفين، وشغال في العربيه. ولكن اتفرجوا على العربيه من جوه، الماتيريالز كلها طبعا سوفت في الحته دي، والخشب موجود بغزاره، والفتحات التكييف الكلاسيك بتاعت مرسيدس، ودرج التابلو اللي فيه الكاب هولدرز ما بيعملش اي حاجه، ولكن متبطن من جوه ومتبطن كويس قوي. شوفوا وسواسه صاحب العربيه، محافظ على كل حاجه وعنده كل حاجه بالترتيب بالظبط، والشاين بتاع التابلو، بحب قوي الناس اللي بتهتم قوي بالتفاصيل دي. وبصوا التكييف في العربيه هنا اوتوماتيك كمان،
كلايمت كنترول يعني مظبوط، زائد هنا طبعا الباكر ساوند سيستم، وطبعا لازم يكون برضو عندي ايه كالعادة الطفاية، اهم حاجة الطفاية يا جماعة، الطفاية ده ثيم متكرر في كل العربيات. وهنا عندي مساحة تخزين صغيرة ناقل الحركة، وفي الثالث والثاني اوكي، وهنا طبعا الازاز والمرايات الكهرباء، زائد الصوت اللي فيكم ما يعرفش الحته دي، ان يقسم الصوت ما بين ورا وقدام، ده فايدر يعني من الاخر. ولكن بصوا على نظافه التابلو كله كده مره تانية من جنب، الحته دي كلها عربيه حالتها ممتازه. وهنا عندي المرايات، بس راكب لها مرايات تمام جدا برضو، حاله العربيه حلوه قوي. تعالوا نجرب العربيه ونستمتع بيها، يلا بينا. اوكي، قيادة ال 500 ال SEC الجميلة. أول حاجة هتاخدوا بالكم منها إيه؟ إن العربية ما بتعملش كده خالص. ده كان أوتو ليفلينج، بيحافظ على المستوى بتاع العربية. التعليق الخلفي اللي هو بيسموه هيدروليك نيوماتيك سسبنشن. اوكي. وبيستخدموا نيوماتيك سيستمز دي عندهم بقالهم فترة في المسوجر اللي فيكم عارف مرسيدس، في ما بينزلش كهرباء كده يروح نازل بشويش أو تك. اوكي. هي دي واحدة من الحاجات، وأنظمة كتيرة جدا لسه في العربية دي كانت شغالة بنفس النظام. طبعا هي كانت بتحضر طاقه ما فيش شك، واحنا فاتحين التكييف فهتكون صوت التكييف عالي شويه، بس عشان النهارده الجو حر وعاصف فالكاميرات لازم هتستحمل معانا عشان نكمل التجربه. طيب بصوا على الاداء بتاع العربيه والثبات، ثابته خالص رهيبه، يعني عامله 192,000 تمام، والعدادات الكبيره بالميل في العربيه دي تمام، وانا حاليا ماشي على 70، نزود شويه ونشوف اداء الفي 8 برضو. طبعا انتوا عارفين الزرار انا ما جيتش عليه خالص، انتوا عارفين الزرار اياه اللي هو الزرار بتاع مرسيدس في اخر دواسه البنزين اللي بيجيب الاداء الاحسن شويه، ما جيتش كده، جبت الزرار. يعني رايقه جدا جدا، ولكن برضو العزل مش احسن حاجه. صاحب العربيه من ضمن المشاريع بتاعته ان جايب لها اللاينر اللي هو كل المواد اللي من جوه بالكاوتش بكل حاجه عشان يرجع العزل زي ما كان، ولكن اللي طاغي على العزل هو صوت التكييف. خدوا بالكم التكييفات وقتها كان صوتها عالي، فانتوا سامعين زي في بلور شغال كده، هو فعلا بلور، والتكييف كويس مش واو بتاع الفتره دي برضو، ولكن جيد. العربيه الميزه اللي فيها ايه؟ ان الكابينه مش كبيره قوي كمان، يعني الكابينه نفسها من جوه ما هياش ضخمه. ولكن خلينا نتكلم في متعة القيادة، فلا في حتة تانية، في حتة تانية خالص. يعني صباح الروقان يعني رايقة جدا، ده غير طبعا الكجار اللي كان ناوي طيارنا في الملف يا جماعة، عادي خالص مش مشكلة، حاجات بسيطة رايقة قوي قوي قوي، هادية جدا. وفي الملفات بقى بصوا الرواقة الكاملة كمان، رايقة قوي في الملفات، ماسكة نفسها كده. وبرضو بتحافظ على نفسها قوي في الملفات، ده جزء من يعني من الجهد المبذول في الديزاين بتاع العربية، ان فيها يعني ستابيليتي عالية جدا، انها برضو طلعت حتى لو كانت ولا نزلت عربية مرسيدس، لكن هي برضو ايه دايما بيهتموا ان العربية تبقى مريحة وما يعني ما بتتشقلبش معاك وانت سايقها، مفيش اي شقلبازات، العربية تبقى رايقة جدا. في الملف هايلة. بصوا على الرواقة في الملف. صاحب العربية عنده اي كلاس حديثة، وبيقول ان هو بيفضل يركب العربية دي على طول، وانا فاهم ليه، لانها ركوبة ملوكي، يعني اوكي الاي كلاس عربية حلوة جدا واللكشري سيدان، لكن دي في حتة تانية. النيوماتيك سسبنشن، السسبنشن اللي ورا ده اللي بيحافظ على المستوى بتاع العربية، ده في حتة تانية خالص. تعالوا نشوف الاداء بقى. انا اصلا شاكك ان المؤشر السرعة هنا مش دقيق قوي، انا بتهيألي انا ماشي اكتر من 60 كيلومتر في الساعة، انا حاسس انها قرب ال 80 او ال 90 يمكن ال 100 كمان، والعزل اتدهور عند السرعه دي قوي، بس تعالوا نشوف اخرها ايه. يعني انا من احساسي كده احنا داخلين فوق ال 120، فالمؤشر ده مش دقيق.
تعالوا نشوفها في ملف الاندرستير ونشوف عاملة ايه. رزينة بشكل مش طبيعي، مريحة جدا. يعني لو العزل بس اتغير في العربية دي تبقى اكنها يعني خلاص زي اي اس كلاس حديثة في الراحة. بصوا انا بتهيألي انا على الاقل على 70 او اكتر. وبصوا بتحافظ على المنسوب بتاعها ازاي في الملف بدون اي مجهود. سويتها حلوة جدا على انها عربية كبيرة عشان تبقوا عارفين. رزينة وعقلة وانت ما بتحسش باي ارهاق في سواقة العربية. شوفوا بكل الحاجات دلوقتي الحديثة في العربيات، الكاميرات اللي بتقرا المطبات في الشارع وبتنشف او تطري التعليق بتاع العربية. العربية دي كلها ميكانيكال، ميكانيكية، ما فيهاش اي حاجة من الالكترونيات دي، ولكن بتتعامل مع الشارع حلو بشكل يعني بتعمل اللي عليها بزيادة 100 مرة. جميلة. طيب يا جماعة تعالوا نعمل التسارع، هقفل ازاز وحفطف. لازم ولا بد. انا بتالي 11 ثانية هنشوف او اكتر، مش عارف الصراحة. حداشر تلاتة وخمسين بس العزل ضاع ضاع. طيب وزي ما شفتوا بالظبط العربية اتسرعت زي ما انا تنبأت بالظبط. انا ما كنتش باصص على الرقم بس ده كان احساسي. طبعا العدادات مفرقة 11 ثانية ونص بالظبط، والعربية جابت سرعة قصوى في الحتة دي 140 كيلومتر في الساعة. الـ V8 حلو جدا بس ده كان طبع الـ V8. الجيل اللي بعده بعد ما عملوا الفيس ليفت للـ C 126 او الـ 126 عامة قوى الـ V8 شوية. كان في انتقاد على ده ان هو كانوا عاملينه بطريقة ان هو يبقى موفر اكتر للبنزين. ما تنسوش احنا بنتكلم في 82 فكانوا لسه طالعين من ازمة البترول العالمية، فكان في قصص كتير قوي. لكن العربية كقيادة وكروزنج مفيش زيها. محتاجة العزل ده يتغير، لو اتغير العربية دي تتبدل. بس كعادة كل الكوبيز برضو اللي فيها البيبان الفريملس والحتة دي بيضموا مع بعض، يعني انت لو غيرت المواد دي كلها العربية دي تتبدل. قيادتها جميلة، يقول لك never meet your heroes. والله I met my hero اللي هي العربية دي وما غيرتش رأيي فيها. جميلة مفيش اي حاجة تتقال. وبالنسبة لي العربية دي زي ما بيقولوا ايه timeless، خارقة للزمن. يعني ممكن الزمن يعدي وهتفضل زي ما هي ممتعة. وزي ما انتوا سمعتوا من صاحب العربية او بلغني يعني انها بالنسبة له امتع من الاي كلاس، وانا صدق الاي كلاس الحديثة. بس لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم. سلام.